أهلا بكم من جديد مشاهدينا للتعليق على الأسواق الخليجية. انضموا معنا عبر الأقمار الصناعية من دبي المحلل الاقتصادي الأستاذ نائل الجوابرة. أهلا وسهلا بك أستاذ نائل، حياك الله. الله يحييك ويبارك. كيف تعلق بداية على أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم، وإلى أين تتجه خلال الأيام المقبلة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جميع الأسواق الخليجية تنتظر جميع الأسواق العالمية، وخاصة هناك الأسواق الأمريكية بعدما كان هناك انخفاضات من الأسبوع الماضي وهناك اتجاه لعمليات بيع في أسواقنا العالمية. ولا ننسى أن هناك تأثير قوي بالنسبة إلى الأسواق العالمية، وخاصة إن كان هناك انخفاضات بالعملات الناشئة، والنظرة إلى هذه العملات إن كان من ناحية استثماراتهم أو من ناحية هناك الدول وتخفيضات ورفع الفائدة في هذه الدول، إلى أن المستثمرون جميعا في أسواقنا الخليجية ينتظرون أيضا أن يكون هناك بيانات قوية تدعم أسواقهم. لذلك نشهد أن هناك في الأسبوعين الماضيين ارتفاع في نسبة السيولة، وخاصة في أسواقنا الإماراتية بعدما كان هناك 50 جلسة ارتفاع تقريبا أكثر من 50% بالنسبة إلى السيولة، إن كان في سوق دبي المالي أو إن كان في سوق أبوظبي المالي. هذا دليل على أن هناك المستثمرون يترقبون أي نتائج أو أي هناك أحداث، إذا كانت هناك قوية لعمليات شراء بالنسبة إلى السوق أو بالنسبة إلى أسهم معينة من سهم إلى آخر. لاحظنا أن هناك اتجاه من قبل المستثمرين على سوق أبوظبي المالي، لذلك نشهد هناك ارتفاعات من 100 مليون إلى فوق 250 مليون بالنسبة إلى السيولة. لذلك نشهد أن هناك توقعات باستمرار هذه السيولة وهذه الارتفاعات، رغم أن كان هناك ترقب من قبل المستثمرين أيضا في سوق دبي المالي. ارتفاعات في أبوظبي بعد كان هناك متوقع أن يكون هناك اندماج للثلاث بنوك، والمالك الوحيد اللي هو يعتبر نسبة كبيرة له هي أبوظبي للاستثمار، وتوقع أن يكون هناك استثمارات كبيرة في هذه البنوك لكي يكون هناك خامس بنك خليجي من قبل السيولة وثالث بنك بالنسبة إلى دولة الإمارات. هذه السيولة سوف يكون لديها تأثير قوي بالنسبة إلى القطاع البنكي، أيضا أن يكون هناك قطاع بنكي قوي بالنسبة إلى دولة الإمارات، وأن يكون هناك سيولة دائمة قوية في هذا القطاع خاصة وفي دولة الإمارات بالنسبة إلى جميع القطاعات. نعم، إذا بشكل عام نستطيع القول بأن هناك بوادر تعافي بدأت تظهر جليا بالأسواق الإماراتية خلال هذه الفترة. بكل تأكيد، بعد أيضا أن هناك كان ارتفاع بالنسبة السيولة أيضا في سوق دبي المالي، بعد الاتجاه إلى بالنسبة إلى سهم سلامة للتأمين، واتجاه إلى أبوظبي للاستثمار أن يكون هناك لها حصة كبيرة إليه، أيضا اتجاه بالنسبة السيولة كبير لعمليات الشراء. لاحظنا في الأسبوع الماضي اتجاه المستثمرين الأجانب على أسهم إعمار بشكل كبير، واتخاذ تقريبا 17 مليون بالنسبة إلى هذه الأسهم، وخاصة من المستثمرين الأجانب، واتجاه أقل من 5 دراهم يؤدي إلى المستثمرين خاصة الأجانب إلى عمليات استحواذية على هذا السهم. هذا السهم يعتبر له قيادي كبير في سوق دبي المالي، وأن يكون هناك اتجاهات من قبل المستثمرين خاصة المستثمرين الأجانب. لاحظنا أن بعدما كان هناك عدم وجود سيولة كبيرة في الأشهر الماضية، وأن هناك أوضاع جيوسياسية واقتصادية قوية في العالم، إلا أن المستثمرون يترقبون أي شيء لدخول ولحاق السيولة القوية، إلا أن بالنسبة لهذا اليوم تتجه إلى الانخفاضات بسبب أن وجود هناك أخبار على دريك أند سكال في سوق دبي المالي، وأن هذه الأخبار تضغط على السيولة وتضغط على الأسواق بأن يكون هناك إما كما حدث بالسابق، إما أن وجود هناك مالك قوي للدخول أو أن يكون هناك استثمار جديد بالنسبة إلى مستثمر كبير كما شاهدنا في تبارك في الأيام في الأشهر الماضية. لذلك نشهد أن هناك انخفاضات قوية بعدما كانت هناك تجاوزت الانخفاضات والخسارة في إدريك أند سكال إلى 80%. 80% أدى إلى أن يكون هناك اجتماع إلى مجلس الإدارة، ويتوقع أن يكون في 27 سبتمبر. نعم. أن يكون إما إحلال الشركة أو وجود استثمار أو وجود مستثمر استراتيجي يدعم هذه الشركة ويدعم هذه الأسهم. نعم، فيما عدا الدار العقاري أو عفوا القطاع العقاري الذي يعتبر من أكثر القطاعات قوة وتماسك في السوق الإماراتية، نستطيع القول يعني انطلاقا من الخبر الذي ذكرت بالاندماج ما بين أكثر من بنك أن القطاع البنكي سيشهد انتعاش وقوة وتماسك خلال الفترة القادمة كذلك؟ صحيح.
صحيح. ايضا هناك خبر من ابو ظبي، هناك اتجاه من قبل في ان كان في دانا غاز او في الدار، هناك ان يكون هناك مستثمر استراتيجي، وسوف يكون هناك شركه منفصله عن الدار لكي يكون هناك لديها استثمارات اخرى غير العقار وغير التملك تقريبا 100% بالنسبه الى العقار. هذا سوف يدعم بالنسبه للسيور الى الدار، وايضا سوف يدعم بشكل ان يكون هناك استثمارات اخرى بالنسبه الى هذه الشركه، سوف يكون لديها استثمارات متجهه باتجاه اخر غير العقار. وكما شاهدنا في السنوات الماضيه ان هناك اتجاه افرو احد الشركات لكي يكون داعمه، كما نشهد ان هناك مثل اعمار هناك انفصال الشركات عن بعضها، سوف يكون هناك لديها سيوله واتجاه المستثمر من قطاع الى اخر او من شركه الى اخرى لكي يكون هناك سيوله اكبر مما كان عليه في السابق. شاهدنا نعم. هذه الارتفاعات وهذه كما ذكرت الاندماجات ان يكون لديها داعم كبير بالنسبه الى سوق ابو ظبي المالي او سوق دبي المالي. نعم، دعنا نعلق على ما أعلنته الدار العقارية عن تأسيس شركة الدار للاستثمار بقيمة تتجاوز 20 مليار درهم. يعني تعليقك حيال هذا الخبر، خصوصا أن هذه الشركة ستحصل على تمويل بمعزل عنها وستعمل على إصدار صكوك جديدة أيضا. بكل تأكيد كما ذكرت أن هناك هذه الشركة الجديدة سوف يكون لديها استثمارات بشكل كبير مثل ما ذكرت الصكوك، ويكون لديها دخول كبير بالنسبة إلى قطاعات أخرى. هذه الشركة الاستثمارية تكون لها منفصلة تقريبا، ليس بشكل كامل ولكن منفصلة من جهة الاستثمارات، لأن الدار تعتبر باتجاه عقاري، هذه ممكن أن تكون لديها استثمارات إن كانت بالقطاع البنكي أو بالقطاعات الأخرى، يكون لديها داعم كبير في قطاعات أخرى، وهذا سوف يدعم الشركة الأم الدار وأيضا سوف يدعم الشركة. هذه الشركات يعتبر كما ذكرت أن يكون هناك داعم قوي بالنسبة إذا كانت للشركة الأم أو بشكل كبير بالنسبة إلى السوق بشكل كامل لدخول سيولة أو توفير سيولة. نشهد أن هناك هذه الشركات كما شاهدنا انفصال بعض الشركات إن كان في إعمار، هذا ليس دليل على أن هناك اتخاذ قرارات أخرى، لا، هذه دليل على أن هناك قوة هذا الاتجاه أو قوة هذه الشركة حتى يكون لديها قوة إلى الشركة الأم وتكون هناك سيولة أكبر حتى تتجه إلى الاستثمارات. وكما شاهدنا أيضا كما ذكرنا في الاندماجات البنوك، وايضا ان هناك اذا كان انفصال سوف يكون انفصال من قبل شركات تكون اكبر من قبل كما ذكرتي الصكوك. لا ننسى هذه الشركات داعمة بشكل كبير الى اسواقنا الدار بالنسبه لسوق ابو ظبي وايضا بالسوق العقاري بالنسبه الى دبي. كل الشكر لك من دبي المحلل الاقتصادي الاستاذ نائل الجوابره، شكرا جزيلا لك.